مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنحكي اليوم عن الدرس ال17 أو صفحة من صفحات موبيزي، واللي هو مهم جدا، واللي أنا بشوف ممكن في ناس تستخدمها، بس أنا اللي شفته في ناس ما عم تستخدمها. المزيد من التطبيقات، هاي الصفحة كتير كتير جميلة ورائعة وحلوة. فيك تحطها بتطبيقك موبيزي، تحطها صفحة لحالها، ومنه بتعمل ماركتينج لتطبيقاتك الموجودة على جوجل بلاي أو على جوجل كونسول أو على هواوي أو. تمام، ولكن لا، أنا ما بشجع، لأنه هاي الصفحة مهم جدا. إذا بدك تنزل التطبيق، انتبه، أنا انتبهت لهذه الشغلة. إذا بدك تنزل التطبيق على هواوي ما تحط هاي الصفحة. ليش؟ لأنه أنت هتحط تطبيقات عليها إعلانات أدموب، وهتحط التطبيق في هواوي، يمكن يعمل لك مشكلة بإعلانات أدموب، إنه مش هيعملوا يعرفوا الزيارات منين إجت. تمام، فالأفضل أنت تعمل هاي الصفحة لما بدك تنزل التطبيق على هواوي على جوجل بلاي. إذا بدك تنزل على هواوي، أنا من رأيي تشيل هاي الصفحة. تمام، اتفقنا. المهم، شو هاي الصفحة يا صديقي؟ أنا بدي أفرجيك الصفحة هاي، إنه حلوة كتير. ضيف عندك، اكتب مثلا المزيد من تطبيقاتنا، إنشاء، تنزل لتحت. هاي الصفحة انت بتحط كل تطبيقاتك عليها. شوف الحلو، انه مجرد ما يضغط اي يوزر على هاي الصفحة بياخده لتطبيقك على جوجل بلاي، بحمله مباشرة. نعمل اضافي، فيك تحط صورة قابلة للضغط لتطبيقك، انه هذا التطبيق كذا، وبتحط الضغط عند الاجراء، وبتحط رابط التطبيق تبعك. تمام، وفيك تحط اعلان لتطبيق عندك، تحط يعني بتحط رابط التطبيق. مثلا انا عندي تطبيق رمضان، مثلا هاي رمضان، تحط صح اسم التطبيق، تطبيق رمضان كريم 2022 مثلا، 2032. اوكي، شرح التطبيق، وهو تطبيق يتضمن القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد العجمي مثلا. الباكج نيم بتحط com.قرآن، وتحط صح. هاي نزل عندك، هذا أول تطبيق. بترجع تعمل تطبيق تاني، مثلا إعلان عن تطبيق، تعمل تطبيق تاني، خلينا نسميه هذا مثلا، اسم التطبيق تطبيق اقتباسات مثلا، وهو تطبيق بلا 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 whatever. بتحط كوم دوت باكيج نيم تاعت التطبيق، بتاخدها من موبيزي يا صديقي، xxxx.app. ضروري جدا، ضروري، انتبه لهي النقطة، انتبه انتبه انتبه، لما تحط الباكج نيم هون ضروري جدا تاخدها من جوجل بلاي، لمشان لما اللي بده يضغط على تطبيقك على اعلان التطبيق عندك ياخده مباشرة على جوجل بلاي. كيف بتجيب الباكج نيم؟ بتروح على جوجل بلاي، او بتروح على الباكج نيم تبع تطبيقك من موبيزي، بتحطه هون. تمام، يعني مباشرة أول ما يضغط هون هياخده على تطبيقك في موبيزي. تمام، يعني شوف هون، لو ضغط طبعا هياخده على تطبيقك، لأنه أنا هي تطبيقات مش موجودة، ولكن هذا صفحة كتير حلوة، فيك تعلن عن تطبيقاتك عندها، وفيك تحط كمان إعلان مثلا بانر وتبر. فهاي المزيد من التطبيقات ضيفها عندك، كتير حلوة، تعمل ماركتينج لتطبيقاتك على جوجل بلاي. وننتقل للدرس إن شاء الله اللي بعده.